بنبدأ فيلمنا مع واحد اسمه راسل، وبيقول كمين انه في الوقت الحالي محبوس في زنزانة في سجن كبير لانه عمل خطة لسطو على بنك. وبعد كده بنروح لبنك منهاتن، والعصابة وصلت للبنك وكانوا متنكرين في شكل عمال طلاق. واول ما دخلوا البنك عطلوا الكاميرات عن طريق انهم وجهوا كشفات عليها، وده اللي خلاها تتعطل. وبعدها رموا قنابل غاز وخلوا الكل ينزل على الارض. وفي نفس الوقت ده كان في ضابط عدى جنب البنك وشاف الدخان طالع من البنك، وطلع له واحد من العصابه وهدده بالمسدس وحذره ما يخليش الشرطه تيجي، وبعدها بيسيبه وبيدخل. وساعتها الضابط بيطلب الدعم برضه. وبعد كده بنروح للمحقق فرايزر وهو بيكلم مراته في التليفون، وبعد ما خلص كلامه معاها بدا يكلم زميله في الشغل المحقق ميشيل. واثناء وهم بيتكلموا بيجي لهم رئيسهم وبيقول لهم على خبر سطو المسلح على البنك، وبيبداوا يتحركوا على مكان البنك وهم متحمسين. وبنرجع للبنك وبنشوف قوات الشرطه وصلت وحاطوا المكان من كل الجهات. وبعد كده بنروح لواحد اسمه كيس، وهو صاحب فروع بنوك منهاتن، وبتقول له السكرتيره كاسرين بتاعته ان في سطو مسلح على البنك. وطبعا كيس بيتصدم. وبنروح للمحققين فرايزر وميشيل بعد ما وصلوا للمكان وشافوا الشرطي اللي بلغ على الحادث. وبندخل جوه البنك وبنشوف العصابه طلبت من كل اللي موجودين يطلعوا تليفوناتهم، لكن في واحد ما طلعش التليفون. ولما راح له رئيس العصابه اتحجج له بانه نسيه في البيت، لكن رئيس العصابه عمل حركه ذكيه وفضل يدور في باقي التليفونات على اسمه لحد ما لقاه في الاوضه بتاعته. وساعتها مسكه دخله الاوضه ونزل فيه ضرب، وبعد كده خرج طلب من كل اللي موجودين يخلعوا لبسهم، وادالهم لبس تاني شبه اللبس اللي هم لابسينه بالظبط. وبعد كده بنروح لفرايزر وميشيل بعد ما تعرفوا على النقيب داريوس، وبنروح لراجل عجوز في البنك كان باين عليه التعب الشديد، وساعتها بيطلعوا رئيس العصابه من البنك. وبعدها بيروح رئيس العصابه الاوضه في البنك وبيبين انه مش جاي علشان يسرق فلوس لكنه عايز حاجه تانية. وبعد كده بنتعرف على واحده اسمها ويت، وممكن تقول عليها بتاعه المهمات الصعبه، وبيتصل بيها كيس وبيطلب منها انهم يتقابلوا، وبتوافق. ولما بتروح تقابله بيقول لها انه شايل حاجه ثمينه جدا بالنسبه له وطلب منها تجيبها له، وهي بتوافق بس بشرط ما تكونش حاجه ممكن تأذي حد. وبعد كده بنشوف العصابة وهم بيحفروا في الأرض، وبنرجع للمحقق فرايزر وهو بيحاول يتواصل مع العصابة اللي جوه لكن محدش بيرد عليه. وبعدها عرف المحقق هم ازاي دخلوا وعطلوا كل الكاميرات. وبعد كده العصابة بيخرجوا واحد ومعاه شنطة، ولما بيفتحوا الشنطة بيلاقوا انهم عايزين طيارة بالطيار بتاعها، وإلا كل شوية هيقتلوا واحد. وبنشوف ويت بعد ما راحت للعمدة وبتطلب منه انه يوديها للرهاين ويخلي المسؤولين يعملوها كويس. وبعد كده بنشوف المحققين وهم قاعدين بيحققوا مع الراجل اللي لسه طالع، وبيحاولوا يعرفوا منه اي معلومه لكن ما بيكونش عارف اي حاجه. وبعد شويه بيطلعوا راجل معاه ورقه مكتوب فيها انهم محتاجين اكل، وبالفعل بيروحوا علشان يجيبوا لهم اكل. وفي نفس الوقت بيكون في واحد من اللي قاعدين في البنك بيتعصب وبيقول للي حوالين انهم ملبسينهم كده علشان لما تدخل الشرطه نموت كلنا، بس رجاله العصابه بيسمعوه وبيدخلوا ياخدوه وبينزلوا فيه ضرب. وفي نفس الوقت ده بيوصل الاكل لكنهم بيكونوا حاطين اجهزه تصنت في علب البيتزا، ولما بيشغلوا اجهزه التصنت مش بيفهموا اي حاجه من اللي بتتقال لانها لغه مختلفه. وبنرجع للعصابه وهم بينقلوا الرهائن من اوضه لاوضه ثانيه، وبنشوفهم وهم بيدخلوا واحده من العصابه وكانها رهينه من ضمن الرهائن. وبنرجع للمحقق فرايزر وبيطلب منهم انهم يشغلوا التسجيل على مكبرات الصوت على امل ان حد من اللي بره يفهم اللغه دي، وبالفعل في عامل بيقول لهم انه عارف اللغه دي وبيقول لهم انها لغه البانيه. وبعد شويه بيطلب المحقق منه انه يتصل بمراته لانها عارفه اللغه دي، وبالفعل بتيجي وبتقول لهم ان ده خطاب للرئيس الالباني السابق. وبعدها بنروح للعصابه وبنعرف ان رئيس العصابه هو راسل، وبيروح هو وحده وبيطفشوا قفل خزنه معينه وبياخد راسل منها شويه ورق. وبعد شويه بيوصل العمده ومعاه ويت، وبيطلب من المحقق فرايزر انه يخليها تساعدهم وبيوافق انها تساعدهم. وبعدها بيتصل المحقق فرايزر براسل وبيطلب منه وقت لحد ما يجيب له الطياره، وبيوافق راسل بس بشرط انه يجاوب على سؤاله وبعد كده بيقفل معاه. وبيفضل المحقق يفكر في الاجابه هو وزمايله لحد ما بيعرفوا الاجابه، وبيتصل بيه تاني وبيقول له الاجابه صح وبيديله مهله لحد ما يجهزوا الطياره. وبعد كده بتكلم وايت راسل وبتقول له انها عايزه تقابله علشان يتفاوضوا، وبالفعل بنشوف وايت بعد ما قدرت تدخل جوه البنك وبدات تتفاوض مع راسل وقالت له يسلم نفسه وياخد 3 سنين حبس بس، لكن هو بيرفض وبتقول له على الملف اللي هو عايزه لكن بيرفض برضه. وبيبدا يكلمها وبيقول لها ان في الحرب العالميه الثانيه قايس استغل منصبه ونهب من النازيين ممتلكاتهم وبنى البنك ده. ولما طلعت وايت من جوه راحت اتكلمت مع المحقق فرايزر وقالت له انها عرضت انه يتحبس 3 سنين بس لكنه رفض. وبعدها المحققين فضلوا يحققوا مع اللي خرجوا من البنك لكنهم مش بيوصلوا لاي حاجه. وبعد كده بيقرر المحقق يدخل البنك علشان يشوف الرهاين، وهو
جوه بيعرف انهم بيحاولوا يكسبوا وقت لان في حاجه بيعملوها جوه وانه مش محتاج طياره دلوقتي. وهو خارج من البنك بيهجم على واحد منهم، لكن راسل بيلحقه ومش بيرضى يقتله. وبعد ما بيخرج من البنك بيعرفه من اللي جوه مش قاتل، وفي نفس الوقت ده بيجي له اتصال من راسل وبيقول له يوجه الكاميرا للدور الثاني وبيقتل اول رهينه. وبعد كده بيبعده المحقق فرايزر عن القضيه لانه محققش اي تقدم فيها خالص، ورجاله الشرطه بيقرروا انهم يقتحموا البنك. وفي تاني يوم بيعرفهم المحقق فرايزر ان العصابه كانوا سامعينهم طول الفتره اللي فاتت وانهم عرفوا انهم يقتحموا المكان دلوقتي. وساعتها العصابه بتقرر انهم يطلعوا كل الرهاين، واول ما خرجوا بدات الشرطه تضربهم بالنار لانهم افتكروا هم العصابه، وبتقبض الشرطه على الباقي منهم. وبعدها بيدخلوا خزنه البنك وبيعرفوا ان مفيش اي حاجه اتسرقت. ولما بيقتحموا رجاله الشرطه البنك مش بيلاقوا اي اثر للعصابه. وبعدها بنشوف وايت راحت لقايس وقالت له انها اتفقت مع رئيس العصابه انه يخرج بالملف وساعتها ياخد 2 مليون، وعرفته ان مفيش اي فلوس اتسرقت من البنك، وقالت له انهم كانوا جايين مخصوص بسبب خزنتك اللي في البنك. وبعد كده بنشوف المكان اللي خرجت منه العصابه. وفي تاني يوم بيروح المحقق فرايزر علشان يعرف ايه اللي في خزنه قايس، ولما دخل البنك راسل رئيس العصابه بيخبط فيه لكن مش بياخد باله منه. ولما بيروح يفتح الخزنه بيلاقي فيها شويه لبان وعلبه فيها خاتم الماس، وبيلاقي كمان ورقه مكتوب عليها انه يعرف قصه الخاتم. وبيقرر المحقق فرايزر يروح لقايس وبيساله على قصه الخاتم لكن مش بيرضى يقول له، وساعتها المحقق فرايزر بيقول له انه هيشوف قصه الخاتم بنفسه. وبعدها بيروح للعمده وبيقول له انه متورط في الحكايه دي، وبيقول له انه لازم يقضي على كل المجرمين اللي موجودين في الشارع. وبكده احنا خلصنا الفيلم. لو الفيلم ده عجبك يا ريت تعمل لايك للفيديو، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، ويا ريت تنزل في الكومنتات تقول لنا رايك، وما تنساش الجرس ليصلك كل جديد. وكان معكم احمد اشرف اللي سجله، وما ننساش امونيوس اللي كتبه وهشام صلاح اللي منتجه، وما تنسوش تعملوا لنا فولو على انستجرام. وبس كده، سلام.